احنا تنتواجدوا هنا في الملعب المحلي او كما يسمى الملعب المحلي بتحنوت. المشكل اللي عندنا في هذا الملعب هو انه ما كانش في الملك تاع المجلس البلدي، كان في الملكيه خاصتها واحد الشخص. مؤخرا الشخص جا يسترجع الارض ديال الملعب، دونك حنا تحرمنا من هذا الملعب. الملعب اللي من الثمانينات هو معروف انه تيلعبوا فيه الفرق اللي تيجيو لتحنوت ولا الفرق المحليه تاع تحنوت، وهو المتنفس الوحيد ايضا في تحنوت لكل الممارسين، كانوا فرقان او جمعيات او هواة لكره القدم. فمع كامل الاسف كما قلت المتنفس الوحيد الان اصبحنا محرومين منه، بحكم انه كما قلت لكم جاء مول الارض بغى يسترجع الارض ديالو. دونك كما تتعرفوا فالفريق تاع الجمعيه الرياضيه امل تحنوت هو تيمارس في القسم الشرفي الاول الى جانب العديد من الفرق بجهه مراكش اسفي، ونحن منضمين تحت لواء عصبه الجنوب لكره القدم. كان هذا الملعب هو الملعب فاش نستقبل المقابلات، حاليا ما بقاش. دونك طرحنا مشكل تاع اولا التدريب ثم استقبال الفرق اللي تجي عندنا، فكما تشوفوا فهو ملعب اصلا غير صالح لكره القدم. فحاولنا نتخطوا هذا الاكراه تاع الارضيه السيئه ثم الظروف الامنيه اللي ما متوفراش فيه. حاولنا اننا نحاول نديروا سياج لتوفير ولو نسبه صغيره من الظروف الامنيه، كذلك ما لا يتوفر على المرافق التي يجب ان تتوفر عليها الملاعب كليفيستير. فدائما كنا طرحنا هذا المشكل في اول سنه، تلتجئ الجمعيه المسيره لدار الطالب هما اللي يحاولوا يوفروا لنا ليفيستير بالنسبه لا الفريق ديالنا ولا الفرق اللي تيجيو يلعبوا معنا. فكما قلت لكم المشكل هو انه واحد النهار تجامل مول الارض جا مع العمال وبدا تيحيد السياج اللي داير بالملعب. ملي جينا تدخلنا قلنا ليه شنو مش قال لك باغي الارض ديالي باغي نسترجعها. دخلنا معاه في مفاوضات، طلبنا كما تنقولوا زوقنا بسنا ليه راسو، قال لك لا، فهو قرار نهائي انا باغي الارض ديالي نسترجعها، باغي نحرتها ولا باغي. ومن حقه ما عندنا ما نديرو بحكم ان احنا كجمعيه رياضيه فما عندناش عليه السلطه. ثم هو الارض ديالو في الملكيه ديالو، له الحق في يدير بها اللي يبغى. كونسيرن هذه القضيه تاع الملف، فحنا على اتصال دائم مع اعضاء المجلس البلدي على راسهم السيد الرئيس، اللي ديما فين ما تنتلاقاو معاهم تنطرحوا هذا المشكل تاعنا، وراه تحنا وراه خاصه ملعب. فهما بدورهم مشكورين ما عمرهم بخلوا عنا بشي دعم. وهذا المشكل تاع الملعب دائما تيقول لك بانه راه هما تيحاولوا يحلوه، فبشراكه معنا بيان سور احنا على اطلاع بهذا المشكل ولا بلي زيتاب اللي تيحاولوا يديروها باش يحلوا هذا المشكل، الا انه المشكل تيواجههم حتى هما كاعضاء المجلس فما تيلقاوش الوعاء العقاري. فالرغبه باش يتقتنى الملعب فهي كاينه، مي ما كاينش الوعاء العقاري في تحنوت. كما تعرفوا راه تحنوت راه مدينه صغيره، دونك ما لقاوش فين يديروا لنا ملعب. المشكل قبل ما نشوفوا المشكل ديال امل تحنوت على الملعب اللي ما متوفرش ليه، نهضروا بعدا على الاقليم. هو اقليم الحوز فيه العماله ياك، فيه جميع المرافق الاداريه اللي تقدر تحتاجها المدينه، وحشومه وعيب وعار ما يكونش فيها تيران. من غير ما نهضروش كاع على امل تحنوت تتعاني من لا سميتو المادي وزيد دابا التيران اللي نهضر عليه، على اللي نقدر نقولها انا باش نهضر بصفه الجامع ماشي غير امل تحنوت، كاين الفئات الصغرى، كاينين شحال من حاجه، يعني عيب وعار ما يلقاوش حتى متنفس واحد، فهمتي؟ يعني هاد الطفل اللي غادي يكبر وما غيلقاش فين الازا ولا الرياضي ديالو. تا ابسط مثال كره القدم اللي شعبيه اللي في جميع مناطق العالم تتلقى فيهم، على الاقل مدينه تتلقى صغيره تتلقى فيها اكثر من تيران واحد. عيب وعار كعماله واقليم الحوز ما يكونش فيه تيران، ما كاينش ابسط الظروف، ما كاينش فيستير، ارضيه الملعب عامره بالحجر، اشناهو يقدر يتناقش غير العام مع لعاب، يقدر من وسط الملعب غيهز اي حاجه حجره صغيره غيضرب بها لعاب، فهمتي؟ عاد نقولوا نهضروا على السياج ولا نهضروا على الجوانب ديال التيران، راه ما كايناش حتى شي حاجه اللي اصلا انت غتسمح لك تلعب كره القدم. اي فريق غيجي من عندك بعيد غيجي غير يلعب معاك في ارضيه الملعب ديالك، راه حشومه بعدا تستقبلوا في هذه ارضيه الملعب، حشومه كاع والله الا حشومه وعيب وعار. خصوصا انت تبقى هذيك العمالات الحوزيه اللي شاده لا سميتو كامل وما فيهاش تيران، ما كاينش تيران كاع هنايا، ما كاينش. هذيك حاجه اخرى.
هذيك صاحب الارض من حقه سنين هذه عاطي لهم تي 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 دايرين فيها غير سميت ملعب باش غير يزاولوا باش غير يلعبوا. اما هو راه ماشي ملعب هذا، ابسط الظروف ما تتوفرش فيه. يعني الا كان صاحب الارض بغى الارض ديالو ديجا راه هما ديجا كانوا هاد النقطه هذه ديما تتطرح لهم كل مره. يعني السلطات المحليه والناس ديال العماله وديال البلديه وديال المهم الشان المحلي كاع في تحنوت خصهم يلقاو حل، يلقاو الحل الامل تحنوت على الاقل تلقى الملعب بعدا متوفر فيه ماشي جميع الشروط، ما نقولش لك جميع الشروط، على الاقل شروط مزاوله كره القدم فهمتي، تيران ديالها خاص بالبلديه ولا خاص بالبلديه يزولوا فيه جميع الفروق اللي تتنتمي لهنا لحوز كره القدم. القسم تروازيام سيري اخويا، يعني الا قلت لك شي حاجه راه كذبت عليك في هذه النقطه هذه ديال صاحب الارض. علاش في هذه الظرفيه يعني بالضبط بغى الارض ديالو؟ ما نقدرش نقول لك شي حاجه حيت ما عرفت حتى حاجه فهمتي، ولكن الا جيتي تشوف من راسي وجبد الا كنت انا صاحب الارض ديجا وموا غيكون ديجا عالمهم قبل، هاي ديجا يعلمهم قبل ديما كل مره غيلحوا ماشي غينوض تيجي نهار بنهار وغيقول لهم عطيوني الا سميتو. انا الا قلت لك تنسافر وانا مشجع ديال كره القدم بصفه عامه من غير امل تعزيز عندنا امل تحنوت بصفه شهاده كاينين في نفس المدينه سي نورمال غادي نشجعوها فهمتي.